يعني الحلقة هذه بعيد عن السفر، بعيد عن هذا، عن الدراجات. هذا يبيع الشركة هذه اسمها موتو هاب، يبيعون اكسسوارات دراجات. انا بعدي ما اشتريت الدراجة، ولكن دائما اسوي بحث عن الاكسسوارات واسعار الاكسسوارات وكذي وهذا. وقلت بما اني انا موجود هنا، يلا خلنا نصور لكم فيديو، اللي اشاهد انا واللي اسمعه انتوا ايضا تشاهدونه وتسمعونه. يلا خلونا ندخل ونشوف شو عندهم. هذا هو المحل، قلت يلا خلنا ندخل ونشوف شو عندهم شو ما عندهم. انا تراني ما عندي خلفيه كثيره عن الاشياء اللي هني، ولكن ابى اشوف اكسسوارات الادفنتشر، دراجات الادفنتشر. هاي الجاكيتات عندهم هني، هذا جلافز، بس ترى الاسعار شويه 700 درهم. هذا 700 درهم. هاي الاشياء الكهربائيه، هاي البنادلين. انا صراحة ان شاء الله ناوي اشتري دراجة. هي تعتبر بي ام دبليو 1250. هاي واحدة من قطع بعد ما دراجة. بس ابى اشوف شو الاسعار ما دراجة. هاي الهلمت، عندهم جاكيتات، عندهم تواير، كل شيء عن الادفنتشر موجود هنا. هاي الصفائح اللي تحت، هذا اشوف الاسود كم. هذا لا مو بهذا، هذا انا اشوف، يعني مو بشرط اني انا اشتري واخذ. هذه كم؟ 1000 وشي. مباراة هذه 1000 درهم. خلنا نجرب الشاشة، ما نقدر نجرب الجراكب. بعد هاي يحطون فيه الماي، 246 درهم الوحدة. هي بس يكون عندك دراجة يعني تشتريها هاي مرة واحدة، حق السيفتي، حق السفر، اذا بتسافر شيء، كل شيء شغال عندي انا. هذا بطحنا. المهم بنشوف الشنط. هاي الشنط، هاي ب 600. في الادفنتشر، انا ابى الادفنتشر اكثر شيء، ابى الادفنتشر. هاي تركب، ادري انتم ضايعين وانا ضايع بصراحه، ما نعرف، بس اللي بدخل بهالمجال بدخل ان شاء الله، بدخل مجال الدراجات. بشوف ما عندهم دراجات هني شيء، نشوف طالع شو عندهم، نشوف. السلام ورحمه الله. اليوم بيخلص بيطلعنا. هاي هي بعد اكسسوارات الكاميرات، ما كاميرات عشان يوم اسافر كلها اصور لكم. اوه تحيدون هذه الاوليه، الاوليه الدراجه الاوليه. هذه وين تحيدونها؟ هذه وين؟ فنان بعد عايش. شو هنا عندهم؟ هذا الكرسي مال ادفنتشر. هذا بعدها مال ادفنتشر، هاي 248. اغراضهم غالية، الادفنتشر اغراضها غالية. الحين بعد يسألون يقول محمد بعد صور الجهة الثانية. لا ما نقدر. اي هذه انا شفتها بعد، هذه القطعة، هاي اللي يحطونها في تحت. كم سعرها؟ مو توقف.
نشوف. انا شفت شركتين صراحه في دبي، هذه موتو هاب، والثانيه ثانيه بعد في ثانيه. اهم شيء اول شيء ناخذ الدراجه. شوف متى يخلص، خلونا بس نبند ان شاء الله. هني عندهم الشركه متساعدين. اوكي الحين بتقيس لي الراس. I have big head. No, no, it's a so big. Huh? Medium. Medium? Mm-hmm. Yeah. What's my size? Medium. 58. Medium? 58, huh? Yeah. Because the important part, it's only here. Oh, okay. Not here. Okay. Oh, you know, hey, gee, there. خلنا ننظف الشاشة. يقيسون الراس عشان الهلمت، عشان تختار الهلمت الصحيحة لراسك. وما شاء الله هني أنا بيسوي لي كوتيشن بكل الأجهزة، بكل الأجهزة والإكسسوارات اللي أنا محتاج إنها، ورواني أشياء كثيرة. يعني هذا اللي هنا هو الخاص بي الأدفنتشر، دراجة الأدفنتشر، كل هاي الأدوات وغير الجاكيتات وال، يعني إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله. ما أشوف كل شيء برايت هنا، يعني لا الكاميرا تصور شيء إضاءة شديدة. المهم الله يوفقني إن شاء الله وندخل عالم الدراجات. لا أنا كان عندي دراجة الجولد، ولكن الأدفنتشر يعني ندخل بتخصص الأدفنتشر. المهم أنا بترككم، وإن شاء الله عجبتكم هاي الجولة السريعة في هالمحل. موتو هاب موجود في ندش هذا، بحط لكم الرابط تحت اللي حاب يستفيد. هاي مش دعاية والله العظيم، مش دعاية، هذا تجوالي أنا في المنطقة هذه، وحبيت أني أنا أورجيكم وين أسير وين هذا. المهم بيكون ثمنيز مع الدراجة هذه. يلا دعواتكم، يلا.